تعال نروح نشوف زميلنا الاول فاروق صلاح من مقر اقامه فرقه النادي الاهلي ونشوف الاجواء ايه قبل المباراه ونرجع نكلم مع حضراتكم مره اخرى. برحب بيك يا كابتننا الكبير كابتن ايمن شوقي وبرحب بكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. جوله جديده من جولي دوري رابطه الانديه المصريه المحترفه ولقاء الجوله السابعه، اللقاء اللي هيجمع ما بين النادي الاهلي وفريق سموحه في تمام الساعه السابعه على استاد المقاولون العرب. مباراه مهمه جدا، واحده من المحطات الصعبه في مشوار النادي الاهلي للحفاظ على درع الدوري. طبعا احنا موجودين في مقر اقامه فريق النادي الاهلي، من خلالك كابتن ايمن هنطمن كل جماهيرنا جماهير النادي الاهلي على اخر استعداد النادي الاهلي لهذه المباراه. طبعا الفريق عقب الفوز على فريق ميدياما الغني في اولى مباريات دوري المجموعات بثلاثيه نظيفه استأنف تدريباته، ما فيش وقت للراحه، استأنف فريق تدريباته على مدار اليومين الماضيين. مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي عقد محاضره بالفيديو بالامس مع اللاعبين، اتكلم على المطلوب منهم في هذه المباراه واتكلم على عناصر القوه فريق سموحه وضروره استغلال هذه المباراه قبل طبعا التوجه والسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق يانج أفريكانز في ثاني مواجهات دوري المجموعات. طبعا انت ما بين الدوري وما بين افريقيا ما فيش وقت للفصل انك تفصل ما بين المباريات، اعتقد يعني بتبقى ظروف صعبه جدا. النادي الاهلي كل 48 ساعه بتخوض مباراه وامور صعبه جدا، لكن مستر كولر بيثق في اللعيبه جدا، اتكلم مع اللعيبه ويعني طالب الاستغلال دفعه البدايه اللي خدها الفريق في مباراه ميدياما تكون استكمالا للمشوار، سواء في المشوار المحلي او مشوار البطوله الدوري ابطال افريقيا، اللي ايضا النادي الاهلي بيطالب انه مطالب الحفاظ على لقبه سواء في بطوله الدوري او بطوله افريقيا. طبعا عقب محاضره الفيديو الفريق خاض تدريبه على الاخير على ملعب مختار التتش، عناصر كتير جدا في فريق النادي الاهلي بتعود في هذه المباراه. خليني اقول لك يعني النهارده تقدر تقول هيعود لتشكيل الاهلي الرئيسي في هذه المباراه النجم علي معلول بعد غيابه في الفتره الاخيره، طبعا منذ مباراه ميلودي سان داونز المباراه اللي كانت في دوري السوبر الافريقي بيعود علي معلول. ايضا يعني النهارده من المقرر ايضا ان صلاح محسن في ظل غياب انتوني موديست ومحمود كهربا اللي هينتهي ايقاف محمود كهربا طبعا مع هذه المباراه ويبدا يعود للنادي الاهلي بدءا ان شاء الله من مباراه زد. النهارده من المنتظر ان صلاح محسن يقود خط هجوم النادي الاهلي في ظل هذه الغيابات، طبعا موجود من قطاع الناشئين في النادي الاهلي الناشئ والمهاجم محمد زعلوك. طبعا تدريب غلب عليه الجوانب الفنيه والخططيه اللي مستر كولر طالبها من اللاعبين في هذه المباراه. عايز اطمنك ايضا على حاله بعض المصابين يا كابتن ايمن، بعض الاخبار بعض الاقاويل اللي بتتقال عن يعني عقوبه او استبعاد بيرسيتاو. خليني اقول لك ان بيرسيتاو استبعاده مش لامر فني، استبعاد بيرسيتاو ليه يعني امر طبي على مدار التدريبين اخر تدريبين للنادي الاهلي، اشتكى من كدمه في الفخذ. بالمناسبه النهارده كان موجود في التدريبات المستبعديه المستبعدين بيأدي جزء من الجانب التأهيلي والعلاج الطبيعي الموضوع ليه، لكني خليني اكد لك ان شاء الله جاهزيته للسفر مع الاهلي الى تنزانيا. ايضا بيغيب طاهر محمد طاهر برضه بعد كدمه يعني في المباراه الاخيره بيغيب على اثرها، ادى فتره علاج طبيعي لليوم ايضا وكان في مران المستبعدين جاهز بيأدي جزء من العلاج الطبيعي، لكني خليني اكد لك جاهزيته ان شاء الله الى يعني السفر مع الاهلي الى تنزانيا باذن الله. ايضا باكد لك جاهزيه ان شاء الله محمود متولي اللي هيعمل اشاعه وان شاء الله يكون جاهز مع النادي الاهلي الى السفر الى تنزانيا. الاوصاء الاجواء هنا يعني الكواليس بتاعت فريق النادي الاهلي ان شاء الله يكون اللعيبه في كامل تركيزها النهارده باذن الله وتقدر تحقق الانتصار في هذه المباراه. عايز اقربك من الناحيه الثانيه من جانب فريق سموحه واستعدادات الكابتن احمد سامي المدير الفني للفريق اللي اكد على لعيبه فريق سموحه عدم ارتكاب اي اخطاء وضروري تجنب الاخطاء على مدار المباراه خاصه الربع ساعه الاولى من المباراه وتجنب استقبال هدف مبكر يسهل اللقاء على فريق النادي الاهلي ويصعب اللقاء على فريق سموحه. تقدر تقول من التشكيل الاخير لفريق سموحه التشكيل المتوقع للكابتن احمد سامي في هذه المباراه هيكون الهاني سليمان في حراسه المرمى قدامه الرباعي محمود وحيد واحمد حكم وشريف رضا وطارق علاء، في منتصف الملعب الثلاثي عمرو قلاوه وحمدي علاء ودوكو دودو، قدامهم مثلث هجومي مكون من احمد خالد وحسام حسن ومصطفى البدري. ده التشكيل الاقرب بنسبه 99% بالنسبه لفريق سموحه في هذه المباراه. طبعا من المقرر او يعني الاتحاد المصري او لجنه الحكام اعلنت عن طاقم تحكيم لهذه المباراه بقياده الكابتن محمد عادل حكم الساحه بيعاونوا اثنين مساعدين يوسف البساطي وخالد حسام طه والحكم الرابع ابراهيم محمد
محمد، اثنين على تقنية الفار محمد الحنفي ومحمود أبو الرجال. كل الأجواء من هنا من مقر إقامة فريق النادي الأهلي، بطمنك على حالة اللاعبين، بطمنك على كافة الأمور. إن شاء الله خلال لحظات طبعا هيكون التحرك إلى ملعب واستاد المقاولون العرب إن شاء الله لتستضيف أحداث اللقاء. كل التوفيق لفريق النادي الأهلي في هذه المباراة. من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن أيمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. فاروق كالعادة ما بيديش فرصة لحد انه يتكلم، يعني وصف لنا الأجواء كلها وأجواء سموحة وأجواء النادي الأهلي كل حاجة. الحمد لله رب العالمين، شايفين الأجواء بإذن الله بتبقى مطمئنة.